الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. نحن اليوم في ملتقى علماء، يعني علماء الملتقى التشاور الأول لعلماء دول الساحل، ونقول الحمد لله ألف مرة. لقد أقبل العلماء من دول أفريقيا، كبار العلماء، إجابة لدعوة الشيخ عبد الله بن بيا، الذي نرجو أن يطيل الله تعالى بقاءه لخدمة هذا الإسلام ولخدمة السلم والتسامح، لا في دول الساحل وحدها ولا في دول أفريقيا وحدها، بل حتى يصل صوته إلى جميع العالم. هذا الملتقى كان خيرا عظيما، خرج الناس منه بتوجيهات وتوصيات نافعة تنفع جميع العالم. الشيخ ألف الكتب الكثيرة وتحرك إلى أنحاء العالم، وقام بمجاهدات جمع لتوحيد الصفوف المسلمين وإزالة القتال والعدوان فوق الأرض. بذل كل جهده فجزاه الله عن الإسلام خير جزائه، الله يعلم ذلك. والعلماء الذين رأوا حركاته شهدوا على هذه الجهود الجبارة. نسأل الله أن يوحد بين القلوب، توحيد القلوب أهم من توحيد الأجساد. نسأل الله تعالى أن يوحد بين القلوب وأن يؤلف بين القلوب برحمته، إنه على كل شيء قدير.